السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، منورين. أولا أنا بعتذر طبعا لأني اتأخرت الفترة اللي فاتت دي كتير، معلش ظروف الشغل والله مش سامحة خالص إن إحنا سيب أنت خليك معانا هلا. يعني إن أنا كنت أعمل فيديوهات وبحاول أجد أي ثغرة وأعمل فيديو، بس الفترة دي كانت صعبة شوية. ده يعني الاستوديو القديم بتاعنا، بس أنا الترابيزة اللي هي على الغدير في ناس قاعدين فيها، وانا ما رضيتش اعمل مشكله بصراحه بيني وبينكم. يعني قلت كلنا اخوات هنا في امريكا، وفي اطفال بتوعهم سايبين كل حته وجايين يتفرجوا عليا واحتمال يتكلموا دلوقتي، بس مش مشكله. النهارده انا كنت عاوز اتكلم على موضوع، يعني انا كنت ناوي والله اتكلم في رمضان بقى واقول لكم على حكم ومواعظ مني من 33 سنه اللي انا عشتهم، لكن برضو في حدث جلل حصل وخلانا كلنا طبعا ايه ان احنا على الوضع التاهب. يعني ما ان اتى رمضان حتى شمر جميع رموز دولة السيسي عن سواعدهم، ودخلوا في سباق محموم للبجاحة والتناحة والسفالة والاعتداء على كل شيء يمت الإسلام بصلة. ما تعرفش والله إيه ده، يعني مش عارف تلم، يعني مش عارف تزغط ده ولا تتف في وش دي ولا تطرطر على ده ولا تعمي، مش عارف. يعني عارف سيل طوفان من القذارة والنجاسة طالع من كل حتة، من كل حد وصابه زي ما بيقول. لا، وكان دايما يسألك يقول لك ايه، زمان يقول لك ايه، وانتوا بتعملوا كده ليه؟ هو ما فيش غيركم مسلمين؟ هو احنا مش مسلمين؟ لا، انتوا مش بس مش مسلمين، ده انتوا ولاد وسخة. والله انا صايم، بس فعلا انا بتكلم على ال 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 يعني انا مش متخيل والله بجد انتوا ايه، لان الواحد حاسس انه قاعد مع كفار قريش. والله حتى كفار قريش كان عندهم شويه شرف، بعد حاسس انه قاعد مع قوم لوط. هو قوم لوط صح، وبمناسبه بقى قوم لوط، فالحلقه النهارده عاوز استعرض فيها الحكايه الملحمه اللي سطرها كاتب المبدع اللي اسمه تامر حبيب. عمل ملحمه قمه الشجاعه والفداء والوطنيه وكده يعني. بس لازم عشان نحكي على الملحمه اللي هي اسمها ملحمه الكشري، لازم نفهم الموضوع الاول وابعاده ايه من الاول. اولا لازم اكلمكم على الكشري وتجربتي مع الكشري. انا من واحد من يمكن اكتر 5 مصريين كانوا بيحبوا بياكلوا كشري في مصر، لدرجه ان انا ما فيش حته رحت فيها اشتغل غير لما كنت لازم اعرف ايه محل الكشري اللي جنبيها وكويس ولا مش كويس. نذكر بكل فضل عربه كشري ابو طارق قبل ما يبقى محل، لان الناس القدام اللي فاهمين يعني كشري عارفين ان هو لما كان عربيه كان بيعمل حاجات غريبه جدا، مش عارف كان بيحط عليها ايه. وطبعا كل التحيه لكشري اللي في اول فيصل، حلو زمان. يعني المهم انا لي علاقه قويه بالكشري، هو كشري السلطان اللي في ترعه السواحل اللي في ناحيه امبابه وكده، يعني عشنا الكشري كان مننا رقات. لكن اللي حصل مع موضوع الكشري ده المره دي حصل معركه كبيره جدا جدا نسيتنا يا اخي صد النهضه. يعني هم دلوقتي اثيوبيا بتبتدي خلاص اجراءات وبتبتدي اجراءات الملء الثالث، انا نسيت خالص اللي حصل موضوع الكشري وليه حصل وازاي حصل والملحمه دي والتدخل الغريب القوي الوطني من فنانين مصر كلهم، اللي اشرف واحده فيهم طيب. تقول الاسطوره ان هناك اسره مصريه مسيحيه دخلت الى محل التحرير بتاع الكشري، وتم بعد ما اشتروا كشري تيك اواي فحبوا ان هم ياكلوه في المحل، يعني بجاحه بصراحه يعني لو هو المحل. المهم يعني مش دي القضيه، نهرهم جميع العاملين في المحل وقالوا لهم لا انتوا ازاي تعملوا احنا صايمين، فازاي انتوا تاكلوا واحنا صايمين، ونهروه. ومن هنا بدات معركه حماية الوطيس. انا بقول لحضرتك حتى اللي هو ابي احمد وهو بيبني السد قال لك انا ما بحبش ان انتصر عليكم في الظرف السيء ده، يعني انتصر على غريمي وهو سيء. البلد اتقلبت بقى كلها عشان ايه، عشان وابتدى بقى اللي هم ابناء النزوات الصيفيه من بقايا نطف جنود الاحتلال في ارحام البغوا الكولكتيون، ابتدوا حرب شامله شاسعه فاصله، واتجرحوا جدا جدا على البنت المسكينه اللي كانت عاوزه تاكل كشري، برغم ان هم لو بصوا كده بس على بعد 5-6 متر هيلاقوا بنت يتيمه هنا ابوها اتقتل، وست هنا ابنها مش عارفه تشوفه معتقل، و50 بنت مش عارفين ياكلوا الكشري في المحل ياخدوا تكاوي، لا عمالين ياكلوا من الزباله وكده. بس انت عارف الكولكتيون بيبقى لهم خصائص معينه، يعني هم بتروح حته معينه. قال لك ازاي هذا اعتداء وتحدي واقصاء واعتداء على الطائفي على طائفه المسيحيين في مصر والكلام اللي احنا ايه كلنا سمعناه. طيب احنا يا جماعه لازم لما نتعرض لهذا الموضوع نتناوله، لازم نتناوله من كل جوانبه. اولا اول حاجه لازم اقولها ان ما فيش حاجه اسمها، يعني الفكره بتاعت انا صايم فانت ما تاكلش قدامي، انا مش عارف بصراحه مين اللي مالفها بصراحه بامانه، يعني
بس هو عموما يعني سواء هو ولا الناس اللي حواليه فهو راجل ناطر بصراحة بأمانة. يعني اللي زعلان ان هو صايم فناس قدامه بياكله، ما انت راجل جحش يعني، ما تأخذنيش يعني، ده مبدئيا عشان بس يبقى الموضوع واضح. لان انت بتصوم لربنا وانت جعان وعطشان يعني، لو انت لو جعان واحد ما كوش شربك بتشبع او شرب قدامك فانت بتعطش اكتر. بعدين احنا رجالة يعني، الناس كانت بتحارب وهي بتصوم، الناس بتحارب وهي بتصوم. وفي عمال انا لما كنت عايش في مصر في عمال كتير جدا جدا بيرمي خرسانة، اللي هي اشق مهنة تقريبا في مهنة المعمار عشان ما فيهاش راحة، وهو صايم. فانت مش عارف، لا السنة لا ابعد، مش عارف. دي حاجة يعني مبدئيا لازم نقولها. بعدين خلاص روح اطلع دولة برة وقول لهم النبي انا صايم فما تاكلوش قدامي. وكمان برضو عشان نقول الحق يعني، لما يجوا برضو هم يصوموا ما تاكلش لحمة قدامهم وما ناكلش بيض. ايه القرف ده بصراحة يعني؟ مين اللي مألف الكلام ده؟ في بعض المسيحيين بيقدروا الكلام ده، هو من عنده هو، فما بيرضاش ياكل قصاد مثلا لو مسلمين. لو عاوز يعمل كده ماشي كويس، يشكر. انا عن نفسي تفرش معايا خالص، اللي ياكل ياكل وما ياكلش ما ياكلش. وانا يعني بشتغل في الصيف هنا في رمضان وفي جو حر وبره وفي الشمس وكده، والناس بتشرب قدامي وبتاكل وكده. وطبعا الموضوع مش مفتوح للنقاش يعني، عشان يعني من كتير كانت ما يعرفوش اساسا ان انا مسلم يعني، كتير منهم بعضهم يعني. لكن انا مالي، انا بصوم لربنا بس، مشقة ربنا. فدي النمرة واحدة عشان محدش يقعد يتمسح فيها ويتلزق فيها ويدخلها. بس ايه علاقة الموضوع اللي انا بقوله ده بالحكاية بتاعت محل الكشري؟ ايه علاقتها؟ مين قال لحضرتك ان الولاد اللي في المطعم قالوا كده او عملوا كده؟ وانت تعرف ايه اصلا؟ وازاي تاخد كلام من جانب واحد؟ انتوا مش بعتوش يعني، انتوا مش بعتوش. انا بتكلم على الناس اللي هي سخنت قوي يعني، لان عادي جدا جدا يعني، ممكن الكلام ده كله ما حصلش. طيب احتمالات هذا الموضوع كله بتندرج، انت عندك كل الاحتمالات مفتوحه خالص، خاصه ان احنا بنتكلم طبعا على باشمهندس تامر حبيبي. منها ان يكون هذا الموضوع كله، وانا برجح يعني ده الاحتمال الاكبر عندي، هذا الموضوع كله طبعا يعني موجود عصفوره لاسباب كتيره. مش بقى عصفورة عشان يلهيك، لا مش عشان يلهيك، مدبر. قد يكون بعلم اصحاب البتاع بامر او بعلمهم او كده. هو المحل اللي انا فاكره ان هو اتفتح يعني، اللي انا سمعت ان هو اتفتح خلاص تاني، او بدون علمهم او غصب عنهم او كده يعني. ليه؟ لان السبب الاساسي في الموضوع ده ان السيسي بيمر طبعا بازمة داخلية يعني، خلاص كل الرفض الشعبي ليه طبعا يعني ما لا يخطئ العين، مفيش خالص يعني. فاضل شويه اللجان اللي هي بتخش تشتمنا، فاضل شويه بقى محرجين والله. هو يعني بتحس كده ان هو داخل يعوص من غير نفس يعني، مكسوف. ودي طبعا حاجه يعني برضو تعتبر حاجه كويسه. عارف كل الناس حتى لم يبقى معه غير الممثلين والفنانين والموسيقيين والمش عارف اللي هم الطبع اللي هم دول كلهم اوكش. فيعني ايه، مش لن يفرقوا، لن يضعوا، لن يحدثوا فارق. طيب الناس الشعبيه حتى البهايم اللي فيهم اللي كانوا معاه فاقوا منين؟ مش عشان هم بيفهموا، لا فاقوا لما جاعوا. فابتدوا يسمعوا ايه ده كانوا بيقولوا كذا ومش عارف ايه، الله يا سيسي يا حبيبنا يا سيسي مش عارف ايه. فابتدوا بقى يسمعوا الله، هو كان بيبني قصور لانتصار مبربور دي، كان بيبني قصور. ابتدوا بقى يسمعوا ويشوفوا اللي هم كانوا قدامهم، هو الصوت بنقول لهم وهم الصوت واصل لهم بس مش عايزين يسمعوا، والصوره قدامهم مش عايزين يشوف. فابتدوا يشوفوا تحت تاثير الجوع. طب السيسي فاضل له مين؟ فاضل له كتله حرجه من المسيحيين. طيب المسيحيين دلوقتي كتير منهم برضه تحت وطئه الجوع، ابتدوا هو كمان ينفروا من السيسي. يبقى فاضل ايه؟ فاضل ان احنا نقول لهم احنا من غيرنا ما تقدروش، احنا اللي حاميينكم من هذا المارد اللي هو في السنه بتاعت رئيس مرسي، السنه الوحيده يمكن 10 15 سنه لم يتم الاعتداء على كنيسه، بالعكس ده هم راحوا ساعتها رسموا على صليب على جامع او حاجه. يقولوا لهم ده حتى مش هاكلكم كشري، ده حتى مش هاكلكم كشري، ده شوفوا بيعمل ايه. فدي بالنسبه له مهمه جدا جدا، وخاصه طبعا لو رجعت حضرتك بالذاكره ان هو برضه هتلاقي بنات مصريه مسلمه ومسيحيه بياكلوا من الزباله دلوقتي، لكن هو بيجيبها لهم من الناحيه دي. وعلى فكره اللي هو الشحن الديني
ده ناجح في كل الاطراف يعني. فدي نقول لك الحاجه الثانيه ان السيسي يبيع لمؤاخذه الاندر وير مش بتاعه هو طبعا عشان بيلبس يعني يعني بتاع اي حد عشان ينسي الناس شويه اللي بيحصل فيهم في مسلسل خيار ثلاثه اتفشخوا فهو برضو عاوز اي حاجه تنسي لكن اساسا هو عاوز تاني يمتص الكتله هو كتله موجوده في ملايين المسيحيين فلو عرف يجيب منهم حد هم دول اللي باقيين له وهو دول اللي كان بيروح لهم الاسم هو لقى الانفجارات يعني خلاص موضوع الانفجارات يعني اتفقس خلاص اتفقس وما بقاش يتفرجوا وانا كنت من اول واحد بقول لهم يا جدعان بطلوا تتفرجوا على الفيلم بتاعكم عشان يبطل يعملوا يعمل ايه نون ديستركتيف تيست اللي هو بيعمله ده اللي هو كشري ومش عارف ايه حاجه كده ما بتدمرش نون ديستركتيف يعني اختبارات غير انا قلت لكم طبعا صح بس طيب بالنسبه بقى لموضوع الحدث نفسه انا هقول حاجه كده شخصيه انا برضو ليا تجربه شخصيه مع كشري التحرير هو اولا وصل في المرحله الاخيره لحد الاخيره بالنسبه لي في مصر اللي انا سافرت اول 2014 يناير 2014 هو كان احسن محل بيعمل كشري معروف يعني ممكن الناس انا ما رحتلهمش يعني وانا بتكلم بالذات على هو بتاع 6 اكتوبر لكن انا كان ليا قبليهم تجربه مع وانا اعرف ان هم ملاك كتير او يعني انا مش عارف شركه اشتريته مش عارف التفاصيل والله بس انا كنت اتعاملت مع واحد من الاصحاب الاصليين اللي هو كشري ابو اللؤ اللي هو محل ابو اللؤ وعملت لهم شغلانه صغيره كده وكان التعامل المادي معاهم اقل من يوصف بيه ان هو تعامل سيء قوي يعني مش عاوز برضو ان انا في عز ما هم يعني قد يكونوا في مشكله يعني بس هم كانوا سيئين قوي بصراحه يعني لو هنصفها اقول ايه معفن لكن هو يصل الى حد النصب يعني اللي هو الاستهبال لان ما كانش فيه بينا ورق ولا حاجه شغلانه صغيره كده بتاع 3 4 ايام وانا كنت مبسوط وعاملين فيها اصحاب ابن الراجل صاحب المحل يعني كده فدي والله اللي حصل فانا يعني ما فيش معزه بس انا عمر الموضوع ده ما بيخش عندي في الحكم على الامور الحمد لله يعني وانا مش فارق مع امي خالص الكلام ده كان من 15 سنه ولا اكتر ولا 10 سنين ولا ايه يعني وبعد ما عملنا وقعدت اقول له ما تعملش كذا هو الراجل المهندس برضه وقعد برضه يحاول يعمل الحاجات اللي انا المفروض اعملها عشان ما تفهم انا فهمت بعد كده ان هو عشان يوفر يعني فعملها كلها غلط فعدت شغله تاني وشلناه وعمل يعني المهم يعني فدي تجربتي الشخصيه معاه لكن دي ما منعتنيش ان انا كنت باكل من عندهم بعدين يعني كان كله كلام فاضي يعني مئات الجنيهات والله يعني كلام فارغ او 2000 3 حاجه كده وانا مثلا لما انور السادات اللي انا بهاجمه على طول وكده اللي هو رجل الاعمال اللي هو الموجود دلوقتي مش الرئيس يعني انا بقول ان هو انضف واحد تعاملت معاه ماديا مثلا دي حاجه ودي حاجه لازم تفرق لا يجرمنكم شنان قوم على لا تعدلوا اعدلوا اخر بالتقوى طبعا ما فيش شنان ولا بتاع دلوقتي يعني لكن هنيجي نتكلم على الموضوع ايه الاستهبال اللي انتوا بتقولوه ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه انتوا عاوزين تفرضوا على محل؟ يعني ايه عاوزين تفرضوا على محل ان هو يفتح امتى ويأكلكم امتى ويشربكم؟ ايه السخافه دي؟ ايه السفاله والانحطاط ده؟ ايه الانحطاط ده؟ واحد هيفتح محل بتاعه ربع ساعه والباقي هيعملوا تيك اواي، انت مال امك؟ اصلا انت مال امك؟ الكلام ده اللي هو الطائفي لو انت ايه؟ رحت لقيته بياكل ناس وما بياكلش ناس. او بيبيع الناس وما بيبيعش الناس. مفيش محل محدش فيكم دخل قبل كده محل ولقى الناس بيقولوا له لا معلش بس احنا هنفتح الصاله ابسط مثلا بعد ساعه ابسط حاجه انت فتح الصاله ده يعني ايه؟ يعني موظفين يعني عمال يعني كهرباء يعني الحاله مش ناقصه اعرف يعني ففي بعض الناس انا مش بتكلم بقى على التحرير بس انا بتكلم على اي واحد في بعض الناس يقول لك ايه لا انا هخليها قبل الفطار تيك اواي وخاصه ان في ناس يعني بيبقوا عاوزين بقى يفطروا فيروح يقول لك قبل الفطار روح اخد الحاجه وبعد الفطار لما الناس هتجينا شكل طب امك هو انت اللي هتشغله المحل انا مش فاهم في اي حته في انت تقدر تخش اساسا دار مطعم تبع الجيش طبعا الجيش كله مطاعم وتقول له انا انت تقدر اصلا تخش مطعم الجيش اصلا وتقدر وتقول له لا والنبي استعملها هيقول لك اللواء شادد لا مفيش ده في الجيش ساعات يقول لك ايه لا مفيش شاي دلوقتي بس اللواء شادد ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ وازاي بعد كده يتحول هذا الموضوع الى حاجه يعني تناقش في وقت بيضيع فيه مننا النيل؟ في وقت في نفس الاسبوع ده كان السيسي بي 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 بيخرج دهب وشرم الشيخ وخليج العقبه من حظر البيع للاجانب يعني دول يتباعوا عادي
وانت بتتكلمه على كشري وانت وبعدين يا ريت الامر وصل على كده. يا لو كده كان هدأ، لكن الموضوع كبر، الموضوع كبر وسع وابتدى يخرج بره نطاق السيطره. ليه؟ لان الموضوع وصل لمين؟ للاستاذ تامر حبيب. انا بصراحه من ساعه ما عرفت ان الموضوع وصل للاستاذ تامر حبيب وحسيت كده، هو كان منزل بوست وعينه كلها شر طق شر، قلت بقى ايه يعني، بس الايام بتعدي، الراجل ده ابن ليل في ناحيه تامر تامر حبيب. قال لك بقى ايه، ما سكتش بقى، قال لك ان هو كان عنده عذر شرعي بقى له 6 سنين يمنعه من الصيام. طب العذر الشرعي هيجي لك شهر كامل ولا كام يوم؟ يعني لو كان متحدث ماشي، المهم يعني. فايه قال لك، فانا ما بصومش بقى لي 6 ايام. يعني ايه الراجل عايز يقول ان هو مريض، لكن في نفس الوقت برغم ان هو مريض دبت فيه القوه عشان هو راجل وطني واتجرح جدا جدا من الست اللي كانت كشري بس ما كلتوش في المطعم، كلته في العربيه او في بيتها، وما انجرحش خالص خالص من اللي بياكله بالزباله، وما انجرحش خالص خالص من اللي يا اوكش يا زباله يا كوم زباله متعص سباخ. المهم يعني هو بقى كابن ليل قال لك انا جيت رايح جايب بقى معايا اكل سندوتشات وضارب ازازه البيبس، عارف انت الصاروخ اللي قد كده دي، عارفها طبعا، وحاططها فين؟ بلاش حطها في ايده. وحتى يعني لو اللي انت بتقوله ده، لو حد عشان يقول لك هو كان شايل الاكل في ايده، طب هي لازم ياخد معاه بيبس عشان يبلع يعني. المهم بيقول لك انا نزلت بقى في وسط البلد وعز الظهر بينتقم بقى. شفت يا جماعه الشجاعه، شفت الفداء. يجوا بقى الناس اللي هم بيدافعوا عن المسجد الاقصى دلوقتي يتكسفوا بقى، اللي بيدافعوا هم عزل كده يتكسفوا يشوفوا الاستاذ تامر حبيب. دي القضايا يا جماعه اللي نحارب عليها. ويجي نازل وقال لك انا كنت عاوز اي واحد يجي افشخه. والله العظيم والله العظيم والله العظيم لولا انك انكل لكنت باريستك بالسيف. مش معنى يا تامر حبيب ان انت راجل يعني معروف عنك ان انت راجل يعني جامد ومدقدق وكده يعني وابن ليل وكده، ان انت تعمل كده. قال لك كان يعني كان عاوز يحارب اي حد يكلمه عشان يحارب يفشخ. وطبعا عشان ما تستغربش تقول طب افرض ناس تلموا عليه، ما كان هياخد معاه اصحابه وكل اصحابه انت عارف. المهم اعتبر ما كانش ينفع تروح انت واصحابك دول، عشان انت عارف ان ست المشير السيسي اللي مسرحك عاوز تحديد الناس، فكلكم كنت هترجع حوامل صح. المهم يعني الخلاصة ان هو دي نوع الشجاعة المسموح بيه، اللي هو تجرؤ. يعني بيقول لك ايه، انا مثلا بقى، انا قلت طبعا ان انا مش مع اي حد خالص ان هو يزعل ان في ناس بتفطر او تفطر، ده رأيي العقل. انا كنت اساسا مكفي على بطني، اكون انا اساسا معروف ان انا مكفي. يعني انت العروسة بتاعة الفن وانت معروف بكده يا راجل، ده مفيش يعني ده لو يعني مهم سيبك من الكلام، المعنى وصل. لكن فتفتكر ان انت قضيتك اللي تقولها في الوقت اللي في البلد والحفاظ على البلد، ان في واحد ما بتشتغلش تاكل محل كشري وتعتبر ده مش، وانت عارف ان الكلام ده كله بيحصل في كل حته، وانت يا معفن لو عندك محل هتعمل له مواعيد وهتفتح مواعيد وهتقفل مواعيد، وتفتكر ان دي القضيه، والقدس دلوقتي في ناس بتستشهد والبلد بتتباع والمساجين معتقلين بقالهم، ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ الواحد ما بيبقاش ملاحق والله، يعني مش ملاحق. يجي فجاه يفتح يلاقي التاني الوزير الاوقاف عمال يكلمك على بشره الست وكده، والست الواعيه عمره ما يجي لها بالهريسيا وكده، ومش عارف الله ابراهيم عيسى لا اصل الصيام مش حلو ووحش وبيتعبنا قوي قوي قوي، بس هو امر سيادي. يا كلب اذا كنت انت صول بيمشيك يا كلب، مش عاوز ربنا سبحانه وتعالى يمشينا؟ حاجه غريبه جدا والله، سيادي كل حاجه، يعني حاجات كلها لا يجرؤ، كان لا يجرؤ مخلوق مهما كان درجة فسقه وكفره وإلحاده إنه ينطقها في مصر، ما كانش يقدر. لكن مين اللي نطقهم؟ مين؟ بس فده اللي بقوله لحضرتك أساسا. لا ده بقى اللي كنت عاوز أقول لكم، كل سنة وأنتم طيبين. كل واحد والله يسمع الحلقة دي يقعد يحمد ربنا والله شاكرا، ومعه كلام تسكت لربنا شكرا، كل الحمد لله يا رب إن أنت ما طلعتنيش مع الناس دي، لأن في ناس والله كانت كويسة، والله أقسم بالله أنا أعرف واحد كان يعتبر من أصدقاء العمر، فجأة كده لقيته بيقول لي في شيخ جديد اسمه الهلالي. الهلالي ده كان واحد يعني، الواحد ده كان يعني انسان كويس جدا، الواحد لقى من نفسه الفتنة. ابتدى يسمع الشيخ الهلالي ويقول له حاجات غريبة، خد في ايد الشيخ الهلالي بتاع 4-5 اشهر، تحول إلى قواد صريح، يعني كان ناقصه بس يسرح نسوان، ده لحد ما سافرت ممكن يكون بيسرح نسوان دلوقتي. فأنت تحمد ربنا تشكر تقول يا رب إن أنا ما طلعتش زيهم، لأن الناس دي مش بس مش مؤمنه، ما في واحد مش مؤمن وبيتجنبك، لان الناس دي بيحاربوا ربنا، بيحاربوا الاسلام بمنتهى الوضوح. نشكر ربنا سبحانه وتعالى ان هو ما خلناش منهم، ونشوفكم ان شاء الله على خير.